الحمد لله، الحمد لله الدائم بره، النافذ أمره، الغالب سلطانه، الواجب حمده وشكره، وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو، عز جاهه وجل ذكره، وإليه يرجع الأمر كله، علانيته وسره، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو على كل شيء قدير. سبحانه جعل لكل أجل كتابا، وللمنية آجالا وأسبابا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله، البشير النذير، والسراج المنير، والداعي إلى الله بإذنه إلى صراطه المستقيم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار وعلى التابعين الأطهار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا الله وأطيعوه وراقبوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر عباد الله، اعلموا رحمني الله وإياكم أن ما يقع لإخواننا المسلمين في الأرض المقدسة في غزة وفلسطين من البطش الشديد والكرب العظيم لا يزيدنا يقينا أن المعركة بين الخير والشر باقية مستمرة، وأن قوى الشر والضلال والكفر تعمل عملها على وجه الأرض، وأن الصراع بين أهل الإيمان وأهل الطغيان باق، وتلكم هي سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فالشر جامح والباطل مسلح، وهو يبطش غير متحرج ويضرب غير متورع، ويملك أن يفتن الناس عن الحق إن اهتدوا إليه، وعن الخير إن تفتحت قلوبهم له. ومع هذا الواقع المرير والبطش الشديد والكرب العظيم والبلاء المستطير الذي يعيشه إخواننا المسلمون في غزة وفلسطين، مع كل هذا البلاء يطمئن الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان قبل أن يخوضوا أي معركة مع أهل الطغيان، يطمئنهم ويبشرهم فيعدهم بالنصر، يعدهم بالنصر، والله إذا وعد وفى، ومن أوفى بعهده من الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو المالك لمقومات تنفيذ هذا الوعد، وهو المالك لإرادة الخلق أجمعين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما على أهل الإيمان إلا أن يستصحبوا وعد الله سبحانه وتعالى بالنصر، وهم يواجهون أهل الكفر والطغيان. لا بد أن يستصحبوا هذا الوعد وأن يتيقنوه،
ولينصرن الله من ينصره. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هذا وعد من الله حق ينبغي أن نتيقنه، ولكن لا ينبغي أن نستعجله، لأن الله سبحانه وتعالى يحقق نصره لعباده المؤمنين في الوقت الذي يريد وبالكيفية الذي يريد هو سبحانه وتعالى. فاستعجال النصر ليس من شأن العبد، وإنما شأن العبد أن يحقق شرط هذا النصر. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. جاء في الصحيحين عن سيدنا الخباب بن الأرث رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستنصر لنا، أي ألا تدعو الله لنا بالنصر وهو من هو صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام مبينا أن للنصر ثمن، وأنه لا بد أن يسبق النصر ابتلاء عظيم وكرب شديد، قال صلوات الله وسلامه عليه: لقد كان من قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه ولا يصرفه ذلك عن دينه شيئا، وكان أحدهم يمشط بأمشاط من الحديد ما بين عظمه ولحمه فلا يصرفه ذلك عن دينه شيئا. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه مبشرا بتمكين الله لهذه الأمة وتأييده لها: والله ليتمن الله هذا الأمر، أي يمكن لدينه وينصر عباده، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وكأنه صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم استعجالهم لنصر الله سبحانه وتعالى. وقد بين لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه الحقيقة بقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وحقيقة زلزل المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زلزالا شديدا، إذ جاءتهم الأحزاب من فوقهم ومن أسفل منهم. وبين ربنا سبحانه وتعالى لنا هذا في قرآنه الكريم إذ قال عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذن فلا بد للنصر من أثمان، ولا بد للنصر من ابتلاءات عظيمة وتضحيات جسيمة حتى يكون النصر عزيزا مؤزرا. ولو كان الأمر بنتيجة عاجلة لنصر الله نبيه ومصطفاه من أول غزوة، بل لما احتاج إلى غزوات صلوات ربي وسلامه عليه. لو كان الأمر بنتيجة عاجلة لما شج وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم وهو حبيب الحق، ولما كسرت رباعيته، ولما سلط عليه الصبيان والسفهاء، ولكنها سنة الله في خلقه،
سنة الله في درء فساد المفسدين ورد عدوان المعتدين وتمحيص الخبيثين من الطيبين، وتلكم هي حكمة الله المطلقة وحجته البالغة. ولعل ما يحدث ويقيننا في الله سبحانه وتعالى عظيم لا شك فيه ولا امتراء، ما يحدث لإخواننا المسلمين في الأرض المقدسة مما يعيشونه من هذا الكرب وهذا البلاء وهذه الإبادة وهذه الجرائم الشنعاء، كلها قد تكون بداية لنصر مؤزر عظيم. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فاللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين، اللهم أيدهم على عدوهم وأظهرهم عليه يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، معلم الناس الخير وقائد الخلق إلى الحق وهادي البشرية إلى الرشد، ما ترك خيرا إلا وأمرنا به ولا شرا إلا ونهانا عنه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا واعلموا رحمني الله وإياكم أن أمة الإسلام إذا أرادت أن تكون أهلا لمدد الله وتأييده ونصره وعزته وتمكينه في هذه الأرض، فعليها أن تتخذ بأسباب ذلك المدد والنصر والتأييد. ولعل من أعظم أسباب هذا المدد الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة النصوح وترك الذنوب والمعاصي والمنكرات، لأن الأمة الإسلام إذا تساوت مع عدوها في المعصية كان سواء، وزاد العدو عليها في العدد والعدة فخسرت قضاياها وخسرت دنياها وأخراها. هذا أساس عظيم وسبب جليل من أسباب نصر الله عز وجل للفئة المؤمنة. وقد روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه لما بعث جيش المسلمين إلى معركة القادسية وبقيادة سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عن الصحابة أجمعين، خطب فيهم خطبة وصل رنينها إلى أعماق القلوب، فكان رضي الله عنه من جملة ما قال: بسم الله وعلى بركة رسول الله، يا سعد بن أبي وقاص، لا يغرنك أنك خال رسول الله وصاحبه، فإن الناس في جنب الله وضيعهم وشريفهم سواء، يتفاوتون بالعافية ويدركون ما عند الله بالطاعة. يا سعد بن أبي وقاص، أوصيك ومن معك من الجيش بتقوى الله سبحانه وتعالى وترك معصيته، فإننا إذا عصينا الله تبارك وتعالى استوينا مع عدونا في المعصية وزاد علينا في العدد والعدة فهزمنا. يا سعد، إني لا أخاف على الجيش من عدوه، وإنما أخاف عليه من ذنوبه. هكذا بيّن رضي الله عنه أن من أعظم أسباب النصر طاعة الله جل وعلا، وأن من أعظم وأجل أسباب الهزيمة معصية الله تبارك وتعالى. فاللهم انصرنا على أعدائنا. هذا، وصلوا وسلموا على نبيكم الكريم امتثالا لقول ربكم العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها،
ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وقوت الأرواح وشرابها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم وارض عن السادة الحنفاء والأئمة الخلفاء ذوي الفخر الجلي والمقام العلي، ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعثمان وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن عمي نبيك خير الناس سيدينا حمزة والعباس الطاهرين المطهرين من الشرك والأرجاس. وارض اللهم عن الحسنين الأحسنين والصبطين الجليلين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة، وريحانتي نبي هذه الأمة سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين. وارض اللهم عن أمهما فاطمة الزهراء، وعن جدتهما خديجة الكبرى، وعن الصديقة الحميرة أمنا عائشة أم المؤمنين، وعن سائر أزواج نبيك أجمعين، وعن الصحابة الأنصار منهم المهاجرين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن علماء هذه الأمة وصالحها وأوليائها وكل من سبقنا بالإيمان وكل من ربانا وكل من له الفضل علينا، وعن أهل السلسلة والسند أجمعين. اللهم إنا نتوجه بجاههم عندك يا أرحم الراحمين أن تنصر إخواننا في غزة وفلسطين. اللهم ثبِّت أقدامهم وسدِّد رميهم واربط بالإيمان على قلوبهم وصبِّرهم على ما هم فيه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهزم أعداءك أعداء الدين، اللهم أهلكهم عددا وأحصهم بددا وأرنا فيهم يوما أسودا ولا تغادر منهم أحدا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بشرنا بصبر بنصر قريب يا أكرم الأكرمين. اللهم بشرنا وأثلج صدورنا بنصر وتأييد قريب يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا رخاء وسخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.